تابعين معكم مشاهدينا، ورح نكون هلأ مع فقرة كريتيك مع باتريك خليل. بلش نهار الأحد يحكي عن الميركس دور، الوقت كان شوي قصير، رح نتابع اليوم بارت 2 كمان بنفس التوقيت، رح نحكي عن مهرجان الفضائيات العربية اللي صار بمصر. صباح الخير باتريك، يعطيك ألف عافية. بونجور باسكال. مثل ما قلنا نهار الأحد كنت موجود بالميركس دور وشفت الجميع فيس تو فيس، وأكيد مثل ما قلت لنا بتفرق شوي على الصورة، ورح تقلنا هون شو بيفرق ومين كان مبين أحلى لايف، وأكيد الكريتيك رح تعطيه على أساس المباشر مش على أساس بس الصورة. نحن البارت 1 نزلت عنا، اليوم رح نبلش ببارت 2، والكل عم بيطالب اني احكي عن نادين نسيب نجام وعن ديما اند لاف. خلينا اكيد نبلش لانه الاودينس تنلحق. لا ما بدنا نعصب حدا. نادين قالت انه فستانها كان شكله غير، شو صار معها؟ لا ما كان شكله غير للصراحة، ابدا. انخزق يعني شيء؟ انخزق شيء من فوق هلا من القبه؟ هي قالت هيدا الشيء، بس ما كان يعني على العين المجرده ما كان في شيء غلط من ناحيه الخياطه او من ناحيه انه يكون في ديفو. انا اللي بدي اقول لك انه اكيد اطلاله ملوكيه، واكيد القماش كثير فخمه، وهيدا الخليط من الشك بضوي كثير، وكثير كان يعني فستانها كان فيه كثير وهج، خاصة لما طلعت على ستيج لتتسلم الجائزة، الكيب من ورا كثير ملوكي وكثير فخم وكثير رويال. إنما أنا اليوم ما رح أحكي كل شغلة لحالها، أنا إذا بدي أقارن نادين بهالسنين اللي هي تسلمت فيها كثير جوائز، تقريبا كل سنة كانت عم تتسلم جائزة أو جائزتين، كان هون أو إن كان بالخارج، بلاقي إنه هي ما راحت على شيء مختلف من ناحية الفساتين، ومن ناحية أنه دايماً بتنقي فستان كتير قوي وكتير في شك من عند المصمم العالمي اللبناني زهير مراد. إذا أنا بالنسبة لي كنت حابب شوفها بشيء مختلف، شيء أروع، بركي شيء يوروبيان، لأنه نادين عم بيصير مع باسكال دايماً عم يختاروا له أقوى فستان، أقوى شعر، أقوى ميك أب. كمان بدنا نحط ونحكي كمان على جنب قصة الفيلر والبوتوكس، يعني عم تطلع اطلالتها شوي اوفر، يعني شيز اوفر دوينج ات. مش معناتها الفستان منه حلو، شعرها مش حلو، الميك اب مش حلو، بس كلهم مع بعض عم بيكونوا اوفر وعم بيكونوا كتار عليها، ما عم بقدر اقشع جمال نادين لحالها. اذا بدي افرض هذا الفستان كنت بفضل بلا الحشوات على الكيب، على الشولدر بالاحرى. واذا بتلاحظي تقريبا شكل الفستان بيشبه اللي لبسته نبيله عواد، صح، نفس البيوست من فوق، بس سنتور نبيله كان ميتال، كان حديد. اوكي، مشان هيك شفنا اطلاله نبيله كانت اهدى واروع. نادين بعتقد الاكثر شيء ما كان موفق معه هو شعره، يا ريت عملته ليس لو بونيتين مربوط على الواطي تقدر انا اقشع جمال وجهه وتقدر شوف شوي الفستان، لانه It's a very busy look. كثير في شك، في details كثير، كله معمول بشكل اوفر. ما قدرت يعني، كان كثير It's too much، كان مبهرج كثير اللوك تبعها. وبرجع بقول لك ما معناتها القطعه منها حلوه، بس القطعه منها جديده لها، وكنت حابب اشوفها بلوك شوي يوروبيان، ما اشوف هالعجقه وهال الكثير من كل شيء. هو بدك تعملي شوي من كل شيء لتوصلي للبرفكشن. هي دائما بتعتمد اكستريم، كل شيء قوي، الميك اب قوي، الشعر قوي. بعدين اذا بتلاحظي الشعر طول زياده، الجو لاين تبع المونتون صار دافش نزول، وهي اوريدي معرضه الحنك، وهون في عرض، يعني كل شيء عم نشوفه اكسترافاجنت وكبير وعريض. ما بعرف اذا وصلت الفكره، بس وصلت. وعرفوا هلا المشاهدين شو اوقات كانوا عم ينتقدوا او شو اللي ما حبوه باللوك، لان الاطلاله لما تشوف نادين بجمالها بتقول مش معقول يعني ما تكون حلوه، لان مثل ما قلت يعني ما عرفنا نحن نترجم اللي هلا ترجمت لنا اياه. هي حلوه، مكياجها حلو، شعرها حلو، فستانها حلو، كلهم مع بعضهم يمكن طلعوا قوية 100%. وبدي اقول شغله، بس باسكال، انه لازم حل نادين بقى تروح على شيء مور سمبل يوروبيان. وهون بتوين براكتس الاطلالات اللي بتكون ريدي تو وير غير الكوتور ما بتقل شياكه عند المصمم وشغل وتعب
من الاطلالات اللي بيكون كثير بلينج بلينج وفيهم شك. يعني هلا رح عم بحكيك هيك لانه رح انتقل لاطلاله ثانيه بتحسيها مور يوروبيان مور ريدي تو وير اند يت وصلت للبرفكشن اللي هي بعتقد ديما صورة ديما. ديما اكزاكتلي عن جد كتير أخذت ديما ضجة، وكتير انحكى بجمالها وسامبليسيتي تبع فستانها، وهيك البرفكشن مثل ما عم بتقول يلي رح تخبرنا أكتر عنها. ديما وقتها فاتت على الصالة بهاللون الأبيض واختيارها للون كتير موفق وكتير حلو، لأنه مثل ما برجع وبقول هذا الإيفنت كان لبيروت، بيروت ريزيلينس. كان من المفضل تكون التوجه للتياب مثل ستيل اللي لبسته دينا، اللي هو قماشة ناشفة، قماشة الكريب اللي هي أحلى قماشة للخياطة. وهون نيكولا جبران بعتقد أبدع، لأنه غير ستيله كومبليتلي. صار له سنتين نيكولا جبران عم بيروح على القصص السيمبل، لانه فهم لعبه انه الشك كل الوقت والفرفرجي على الثياب والحديد والحجار والستونز. لا، الماركت تغير، يعني هو مشي مع اللعبه. واذا بتشوفي باسكال كل المصممين دائما بيعملوا ريدي تو وير واوت كوتور. بالريدي تو وير بيروحوا على فساتين مثل اللي لبستها ديما اند لاف، وراح احكي اكثر واقول لك انه بالحقيقه وبالصور وبالفيديو اطلالتها كانت كثير اون بوينت، كتير اليجنت، كتير سكسي، بس بنفس الوقت اليجنت. هذا شيء كتير مهم لانه ضلت عاطيه عمرها، ما بينت ام عروس ولا ام عريس ولا شبينه، ضلت هي ديما عاطيه عمرها بس بشكل اجمل. هلا في كتير انتقدوا العقد، قالوا انه يا ريت لبست لون مع الابيض. صحيح كيف فيها تلبس روبي، بس كيف فيها تلبس اميرود، بس اللولو له رمزيه وما كان حلو اوفر بالجولري. لا، هون يعني العقد الضيق اللي لبسته مع الحلق، مع رفعة شعرها، مع الميك اب، انا لقيتها كتير 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 بيرفكت، وللصراحة اجمل اطلالة بكل الحفل انا في بالنسبة لي. هالزرار يلي على الخصر كتير عاملين رابيل مع هالعقد، بالعكس ما بعرف، انا لقيت كتير الاطلالة مثل ما عم بتقول حتى باتريك الشوز، بيرفكت، حتى وقفتها، حتى حضورها، يعني هي زادت جمال وهالفتحة على كل الفستان. شي حلو. هلا في كثير انتقدوا انه الفتحه اوفر، هي ليش المدى، رايحة على الكنيسة؟ المدى تبع اجريها بيحمل هالنوع من الفتحه، بس وقتها طلعت على الدرج فتحت يعني الفتحه، اخذت مداها وفتحت واخذت اوكي، هاي ما مجدها. شفناها. اوكي، هيدي البعض التقطها، ولكن هي لا اجرى لا مدى اجرى، الفتحه كثير مزبوطه. وكثير ناس قالوا انه فتحه من تحت طويلة فتحه ديما باتريك. منيح طولها، منيح طولها مع الكعب. شيز اوكي بيرفكت، شيز اوكي بيرفكت. بس ما فيني خبرك قد ايه عندها كاريزما بعد اكثر من التفيق. بالحقيقه هي اجمل وانعم وعندها سحر كثير حلو بحضورها. وبعتقد اللون الابيض لون كثير بيساعد مع السمار، لون غني، يعني لون حلو صرنا عم نشوفه اكثر. وانا حبيت انه بهذا الايفنت لبست اللون الابيض، لانه الامل رغم الالم. ايه، الابيض كان كثير حلو. عنوان ننتقل الحفله لصورة تانية ولوك جديد. أوكي، عم نشوف معتصم ومزامكي. زوجة، أنا بدي أحكي أكثر عن النساء، زوجة معتصم النهار اللي كمان مين؟ لين لبست فستان أبيض كتير إليجنت. هون ما بدي أعلق كتير على الشيب، رغم إنه الشيب تبعها كتير حلوة وعاطية عمرها وجاية بطريقة كتير مرتبة والفستان كتير أنيق. بس بدي أقول لك شغلة باسكال، ضروري زوجة الفنان ما تجي كفنانة، ما تجي يعني ما فيها تجي استعراضية. ليش عم فرجي لين؟ لانه لين اكزامبل حلو، يعني جايه مع زوجها الوسيم اللي هو نجم عم بيتكرم، ما فيها تلبس فستان وتغطي عليه. انت زوجة الفنان بهيدا الحفل، وقت تكوني وين لحالك بدها بعرس. تغطي يا باتريك؟ لا لا، رح خبرك شغله، في كتير، في كتير. هي على فكره، على قد ما هو وسيم على قد ما هي حلوه، ايه وعقد ما كتير هن حلوة، مرة وعقد ما حلوة هن اكيد. كابل، عقد ما هن كابل حلو. بس رح خبرك شغله، في كثير فنانين كانوا جايبين زوجاتهم معهم. نعم. بتفتكري انه مرته الفنانه؟ لا، ما فيك. اوكي. انا عم بجرب هون كمان اعطي معلومات، انه اليوم زوجة الفنان بدها تروح على شيء اليجنت كلاسيك، ماشي حلوه، خياطه حلوه، بس ما فيها تروح تلبس مثل الفنانات.
يعني ما فيها تكون هي استعراضية ولا تكون عم تلبس شيء كثير بلينك بلينك. ليك جيد. الإطلالة شو حلوة، ليك الإطلالة شو حلوة مع الشوز مع الشعر مع الميك اب. بعدين حبيت شغلة بلين وبديما، إنه ما فيكم مع قطع حلوة كتروا شعر. ليك كيف مطبوب شعرهم، عم نقدر نقشع جمال وجههم. اوكي عاملين ريتوشات لوجههم، في فيلر في بوتوكس، قد ما وجههم حلو عم بيتركوا لنا مجال نشوف جمال وجههم. يعني صح. مش كل الوقت بدنا نعمل ايرينجز كتار، جولري كتير، شعر كتير، اكستنشن كتير. مشان هيك حبيت دي مولين اكثر من غيره. ننتقل كمان مع إطلالة جديدة تحت نشوف ونتابع. أروى كمان بدي أقول لك شغلة، أروى من الفنانات اللي كتير بتلبس حلو وكتير هي أنيقة وكتير إليجنت. هلا فستانة من تصميم نجا سعادة، بدي أقول إنه ببعض الصور ما أخذ حقه، يعني اللي بيشوفها بالحقيقة ولايف فستان أشيك بكتير وأحلى بكتير من الصور، لأنه البينك مع الريد المزيج كتير حلو وكتير جديد وما كتير بنشوفه، والحجار الموجودين ما قدرنا نشوفهم بالصورة، بالحقيقة كان عم بوجوج كان حلو. الوحيد اللي راحت على اللون الأحمر، مش غلط لأنه كمان هي نقت لون يمكن من العلم اللبناني، أو خلينا نقول بما أنه مهدى لبيروت دم الشهداء كان حلو اللون. ما في اعتراض على اللون وعلى الستيل، حتى شعر والميك اب كانوا كثير حلوين. يمكن أنا ما كنت بخليها تحط الجولري، لأنه الجولري اللي حطتهم ستيتمنت لحالهم كانوا حلوين مع فستان ابيض او مع فستان اسود سمبل. بس فستانه حلو وخياطته حلوه، بس لايف كان اجمل. وهون حبيت اوصل لك فكره انه ايه، في قصص على الفيديو بتطلع احلى ولايف بتطلع اجمل. مش من اجمل اطلالاتها لاروى، كان فيها تروح على شيء بعد سمبل او بلد تنوره، بس كلها على بعضها كانت كثير انيقه وكثير هيك حضورها كان ملفت وجميل وعاطي قيمه، وخاصه انه هي كانت بلجنه الحكم. وهون بدي انتقل لاقول لك باسكال، انه كان في كثير ناس من لجنه الحكم ابدا ما عاملين اف 4 ابدا ابدا ابدا، وهن عم بيسلموا جوائز وبعتقد شفتونا على التي في، وكان في كثير ناس اخذينا او سيريو وكانوا اون بوينت مثل اروى ومثل غيرها هلا رح نحكي عنها. اوكي. منشوف كمان إطلالة جديدة. هون عم نشوف تاتيانا صاروفيم، وان اوف ذا هوست اللي كانت على الريد كاربت، هي كانت عم تستقبل العالم وعم تعمل مقابلات. حبيت انه هالصبيه تاتيانا، يمكن في كثير ناس بيعرفوها كثير ناس ما بيعرفوها، بس حبيت انا كتر حبيت انه نقت فستان كثير حلو بيلبق فستان. بيلبق لجسمها، ولون الاسود ما راحت على شيء اوفر. ليك الشعر شعر ليس، كمان ما عملت موديل، هذا الشيء كمان كثير حلو. الجولري على القد، في سبيس كتير كبيرة بين الصدر وبين الكتاف، مش هيك روقتها بالشعر بالجولري شوي نازلين مع الشوز اللي كتير حلو. يعني هالبنت تاتيانا حلو انه نشوف حدا منه كبير بالعمر وعم بيعرف يختار فستان. بدون انه تصميم رامي سلامون، القماشة كتير حلوة، ولون شعرها مع الاسود مع لون السكن تبعها مع الاوبن سايد ليك، كلها على بعضها عطيتنا اطلالة حلوة، وبنفس الوقت بعضها عاطية عمرها. يمكن الفستان منه جديد ولكن حلو عليها لتاتيانا، بدي هنيها وبدي اقول برافو، وكان حضورها كثير ملفت على الريد كاربت. باتريك بس كان بدي اعلق على شوز، لما يكون الفستان هالقد ابيه بيحمل شوز سيمبل هيك، ولا انا كمان كنت بفضل، بتفضله انا مع سترايب لا لا وحده وشو؟ لا 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 انا اللي لبسته كان كثير صح، كان لانه بيرفكت. اوكي. ما قطش الاجر، وبنفس الوقت ما فيها تروح على ستيتمنت شوز، وهي اوكي. كمان بعد يعني هي بعدها صغيرة، يعني بعد تاتيانا مانا كبيرة، بعدها يعني صغيرة. بقى حبيت انه محية الشوز تتركز على الاجر وتركز على الفستان، هذا حلو. بس بدي اقول شغلة لتاتيانا، انه هي بيلبق لها كمان هاي نك، تلبس شيء كثير عالي، لانه ليك المدى في مدى عندها كثير كتير حلو، صح. في مدى كثير حلو، وما عندها بيوست كبير، يعني هي بحق لها بالسهولة تلبس هاي نك مثل الاجانب. بس شوفوا على الريد كاربت بعلوا كثير القبة، وهي من الناس اللي بيلبق لها هذا. اوكي. وكمان ستيلة أجنبي مثل ما كنت عم بتقول. منروح مع مية ميرنا بالمية خياط ومنشوف ميرنا فستانها خياط الأبيض. ميزت كمان بفستان اوف وايت مع كولر شير للطاني، من تصميم زهير سوري من تصميم شربل زوي، بعتذر. حبيت الكيب اللي نزل، حبيت انه ميرنا لانها بلجنه الحكم، لانه سلمت جايزه، ما اجت مثل غير الناس بلجنه الحكم
ما فرقانه معهم لابسين شو ما كان، عامله افور من اول الواصلين كانوا، لون شعرها مع لون الفستان كلها على بعضها كانت كثير اليجنت وكثير حلو. صحيح الفستان منه جديد، طريقه الشك منه جديده، الابيض مع الكولور شير منه شيء جديد، ولكن لاميرنا كان شيء جديد. وهون بدنا نحن باسكال نقيم شغله، انه فستان فيكون للشخص جديد هون بنحييه عليها، ولكن اذا كرر الستيل كذا مره هون بنصير نقول له للفنان لا لازم تفوت بشيء جديد وتفوت بشيء اشمل. واسم الله عميرنا طويله، لكن جسمها شو حلو، مثل يعني ميرنا مثل المودلز، وعاطي قيمه للفستان. وحبيت كثير انه كانت عامله هالافور وكانت اطلالتها من الاطلالات الحلوه باللون الابيض. برافو لاميرنا. كمان عم نشوف فيديو والحرير، صغير لميرنا. حرير اللي نازل على الكتاف كمان هدى الفستان شوي، عطى كومبينيشن حلوه. يمكن لو بلا الحرير اللي نازل من الايدين كنا قلنا عادي. كمان بتقول برافو لشارب الزوالي اللي هو عم بيلبس كثير نجمات عالميات مؤخرا على ريد كاربت. فاذا اذا بدنا نقول لك احلى اطلاله ابشع اطلاله، مين بتلقي الاحلى؟ عرفنا انه ديما. ديما ولين كثير حبيتهم. كمان هديك الاحد حكينا عن عده اطلالات، ماجي بوغسن كانت كثير سوبر موفقه. ما بدي اقول مين ابشع اطلاله، ما بدنا ناذي حدا بالحكي، ولكن العالم صاروا يعرفوا، يعني هن بيعرفوا يقيموا ويلاقوا الافضل لهم والأسوأ لهم. ولكن هدول الثلاثه انا كانوا بالنسبه لي كثير مميزين، ماجي ولين وديما اند لافت. اكيد هون بدي اروح على آخر فستان بيوتي كونسلتنت مدام ليلى عبيد، اللي اختارت تروح على شيء مناسب لعمرها مناسب لجسمها. لبست فستان دولتشي اند جابانا، اللون الاخضر الغامق اللي كثير متناسب مع لون بشرتها ولون شعرها. ليش عم فرجي ليلى باسكال؟ لسبب واحد، فيها تكون امراه، فيها تكون ست، يعني هي عندها احفاد، وليكي شو حلوه، ليكي شو كلاسي، ليكي قد ايه سمبل، يعني ما ضروري دائما شك، ليكي الفستان شو حلو شو عطيها شيء، وجسمها احلى من البنات الصغار، سايز 36، بدي هنيها. وهيك السامبليسيتي والكلاس مونديال، هذا فستان بيقعد بالخزانه فيها تلبسه كذا مره، فيها كل مره تعمل له ستايلينج، مره تحط له بيجو، مره تخفف. وهون هي نقت انه شعرها وعباوة شعرها لليلى اللي انشهرت فيها مع اللو لايت، مع اللون اللي بتضارب بين الكوبر والبني، عطى كونتراست كثير حلو مع الفستان. وقتها سالتها ليه مدام ليلى ما حطيتي جوليري؟ قالت لي نحن جايين على حفل لبيروت، ما بدي اوفر، بدي خلي الفستان يحكي مع شوي من كل شيء. وهون انا بحييها لمدام ليلى، لانه هي كمان من الناس اللي دائما بتقول less is more، اوقات شوي من كل شيء نوصل للبرفكشن. بدي احييها لمدام ليلى اللي كانت بلجنه الحكم وعامله افور كثير حلو عكس غيرها. عم برجع كرر لك هذا الموضوع لانه زعجني كثير.